الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشاب الأعزب أن أحد يهدي إليه ذهب في المنام يكون دليل على قرب زواج هذا الشاب والله أعلم. إذا رأى شخصا مقرب منه يعطي للرائي ذهب فإن الرائي سيتلقى أخبار سر الأيام القادمة. إذا رأى شخصا مجهول يعطي للرائي ذهب في المنام فإنه يحصل على ترقية ومنصب جيد الأيام القادمة والله أعلم. وعندما يهدي الشخص أساور ذهبية في الحلم فإنه إشارة على تقدم يد العون والمساعدة للآخرين والله أعلم. إذا وجدت المرأة المتزوجة أن زوجها يهدي إليه خاتم من الذهب فإن ذلك يؤشر على الحب والسعادة في الحياة الزوجية والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء نفسها ترتدي أساور ذهبية فإنها سوف تتزوج والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء ارتداء تاج فيه ذهب فإنها تتزوج من رجل له منصب عالي ونفوذ كبير والله أعلم. وقد تجد ذهب مكسور في منام العزباء فإن الفتاة قد تفقد أحد أفراد أسرتها الأيام القادمة والله أعلم. عندما يرى الإنسان أن أحد يهدي إليه مال فإن الشخص يحصل على منصب مهم والله أعلم. وأما الشاب الأعزب عندما يرى خاتم ذهبيا في المنام فإنه قد يتزوج والله أعلم. عندما يرى صاحب المنصب أنه يرى نفسه يرتدي خاتم ذهبيا فإن الشخص سيزول منصبه والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يبيع خاتم فإن المتزوج قد يطلق زوجته والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها ترتدي خاتم مصنوع من الذهب فإن المتزوجة تحصل على خير ومال وفير. أما إذا وجدت زوجها يلبسها خاتم في أصابعها فإن المتزوجة ربما تحمل قريبا والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تبيع خاتم فإن المرأة ربما تطلق والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها ترتدي خاتم ذهبيا فإن الفتاة ربما تتزوج. ولإضاعة الفتاة خاتم الذهب في المنام إشارة على فراق شخص عزيز على العزباء والله أعلم. وإذا كسر خاتم الذهب في المنام إشارة على فسخ الخطبة والله أعلم. عندما يرى الشخص أنه يلبس أساور من الذهب فإن الشخص يحصل على ميراث الفترة القادمة. أما إذا رأى الشخص أنه يرتدي قلادة ذهبية في منامه فإنه سينال منصب أو وظيفة مرموقة في الحياة. وعند ارتداء الرأي لخلخال من الذهب فإنه يمر بفترة من الخوف والقلق والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل ذهب في حلمه إشارة على مصاهرة الرجل لعائلة غير مناسبة له والله أعلم. رؤية الرجل أنه يرتدي قلادة ذهبية في المنام فإن الرجل قد يتولى منصب قيادي كبير. عندما يجد الرجل أن أعينه تحولت إلى ذهب في المنام فإن الشخص قد يصاب بالعمى والله أعلام الغيوب. عندما يرى الشخص أنه يعصر على ذهب في المنام فإن الرائي سيحصل على خير ومال وفير وثروة عظيمة الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. أما إذا كان صاحب الرؤية تاجر فإن هذه الرؤية سيحصل على مكاسب ضخمة وناجحة الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن أحد يهديها ذهب علامة أن هذه المطلقة سوف تتزوج إنسان خيرا من الذي سبق في حياتها والله أعلى وأعلم. عندما يرى الشخص أنه يلبس أساور من الذهب فإن الشخص يحصل على ميراث الأيام القادمة. أما إذا رأى الشخص أنه يرتدي قلادة ذهبية فإنه سينال منصب ووظيفة كبيرة في الدولة والله أعلم. رؤية تفتت الذهب في المنام علامة على الاضطرابات في حياة صاحب الرؤية والله أعلم. إذا رأى الحالم الذهب يتفتت في المنام إشارة على مشاكل في الأرباح المادية والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء الذهب يتفتت ربما يؤول على الأمور التي يجب أن تغيرها للأفضل والله أعلم. حلم عدم خروج الخاتم من الأصابع في المنام يعبر عن المشاكل في الحياة والله أعلم. إذا رأى الرأي أو الحالم
العالم أن شخصا يخلع الخاتم من الذهب من يده يعبر عن الأزمات في الحياة، والله أعلى وأعلم. رؤية الفتاة العزباء خلع الدبلة أو الخاتم من يدها ربما يشير على الفراق، والله أعلم. حلم فص الخاتم طاح في المنام يعبر عن فقدان شخص عزيز، والله أعلم. إذا رأى الحالم سقوط فص الخاتم في المنام يدل على الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء سقوط فص الخاتم ربما يؤول على مشاكل في الأرباح المادية، والله أعلى وأعلم. رؤية لبس الخاتم في اليد اليمنى في المنام يعبر عن الزواج القريب لصاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يلبس الخاتم في اليد اليمنى في المنام يشير على الاستقرار الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء لبس خاتم ذهب يؤول على الاستقرار في الحياة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة لبس خاتم من الذهب يعبر عن السعادة في الحياة الزوجية، والله أعلم. حلم أنا ألبس خاتم خشب في المنام يعبر عن العلاقات الغير حقيقية في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج خاتم من الخشب ربما يؤول على المشاعر الزائفة في الحياة، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء الخاتم الخشب يؤول على الاضطرابات النفسية لهذه الفتاة، والله أعلم. يشير إلى القلق والتوتر في الحياة بصفة عامة، والله أعلم. حلم لبس خاتم ورق في المنام يدل على شخص غير حقيقي، والله أعلم. تدل رؤية الفتاة العزباء لبس خاتم من الورق على شاب غير جيد في الحياة لها، والله أعلم. تدل رؤية الخاتم الورق على الأمور التي يجب أن يغيرها صاحب الرؤية للأفضل، والله أعلم. رؤية لبس خاتم أصفر في المنام يعبر عن المرض القادم لصاحب الرؤية، والله أعلم. رؤية حلم لبس خاتم من الذهب أصفر يعبر عن الأمور التي يجب أن يغيرها صاحب الرؤية، والله أعلم. رؤية العزباء لبس خاتم ذهب أصفر يؤول على فقدان المال، والله أعلى وأعلم. حلم الميت يعطي الخاتم للحي يعبر عن الخير القادم لهذا الحي. إذا رأى الحالم الميت يعطي خاتم له في المنام يعبر عن البركة القادمة له في الحياة. إذا رأت العزباء الميت يعطي خاتم ربما يؤول على الأمور التي يجب أن يغيرها صاحب الرؤية. إذا رأى الرجل المتزوج الميت يعطيه خاتم يعبر عن الخير القادم له، والله أعلم. حلم خاتم الماس أزرق في المنام يشير على زواج الفتاة قريبا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يعطي لزوجته خاتم من الماس علامة على الحب والمودة الكبيرة بينهم، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يعطي زوجته خاتم من الذهب وكان الخاتم جديد علامة على العلاقات الجيدة بينهم، والله أعلى وأعلم. رؤية سبيكة ذهب في المنام علامة على الاضطرابات في حياة صاحب الرؤية. إذا رأى الحالم سبائك من الذهب يؤول على الحزن في الحياة، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة سبائك الذهب يدل على الاضطرابات في الحياة الزوجية كثيرا، والله أعلم. ربما يؤول سبائك الذهب في المنام على الخسائر في التجارة، والله أعلى وأعلم. أما شراء السبائك الذهبية في المنام علامة على الربح الكبير القادم لصاحب الرؤية أو الترقية في العمل، والله أعلى وأعلم. إذا رأت العزباء أنها تلبس خاتم من الماس في المنام يؤول على التحقيق والتقدم في الحياة، والله أعلم. هدية خاتم ماس في المنام يدل على الرزق الواسع القادم لصاحب الرؤية. إذا رأى الرجل المتزوج هدية من الألماس في المنام يؤول على الفرص الجيدة في العمل، والله أعلى وأعلم. رؤية العزباء هدية من الماس في المنام يشير على الخير القادم لها في الحياة، والله أعلى وأعلم. رؤية الحالم هدية خاتم ماس في المنام يدل على المساعدة للآخرين، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء هدية خاتم ماس يدل على الدعم من الآخرين لها، والله أعلم. رؤية بيع خاتم من الماس في المنام دليل أن صاحب الرؤية يحب المغامرة في الحياة كثيرا، والله أعلم. بيع خاتم ماس في المنام دليل أن الرأي يتعلق بالماضي كثيرا، والله أعلى وأعلم. يعبر الرؤية عن التحقيق والتقدم في الحياة، والله أعلم.
لبس خاتم فضة في المنام يعبر عن الخير القادم لصاحب الرؤيا. إذا رأت العزباء لبس خاتم فضة في المنام يعبر عن الزواج القريب لها. رؤية المرأة الحامل لبس خاتم فضة يؤول على العافية والصحة لها ولجنينها والله أعلم. رؤية المتزوجة لبس خاتم فضة يعبر عن الخير والرزق والله أعلم. حلم خاتم فضة رجالي في المنام يعبر عن زواج صاحب الرؤيا قريبا. إذا رأى الشاب الأعزب لبس خاتم فضة رجالي في المنام يشير على الزواج من فتاة جميلة قريبا والله أعلم. قد يعبر